مدينة رام الله في الضفة الغربية كانت من أولى المدن الفلسطينية التي خرج فيها الأهالي في مسيرة رافعين المشاعل في الذكرى 65 للنكبة. وسبق ذلك مصادمات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب بيت لحم، عندما منع المتظاهرون من الوصول إلى مستوى أحد الحواجز ليمروا باتجاه منازل أجدادهم التي أقيمت عليها اليوم المباني الإسرائيلية الحديثة. في مثل هذا اليوم من كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة التي رافقت تهجير حوالي 700,000 فلسطيني من ديارهم في الحرب التي أدت إلى قيام إسرائيل عام 48. حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني وأبنائهم يعيشون اليوم في مخيمات في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، يطالبون بحق العودة إلى أرضهم وإعلان دولتهم وجعل القدس عاصمة لها.